يمكن انت كمان يا لقاء حصل لك حاجه جميله برضو من الحاجات الجميله اللي ممكن تحصل لاي حد، يا رب عقبالنا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا رئيس الجمهوريه كرمك. انا مش هسال، انت تحكي لي بس. من اول التليفون قالوا لقاء احنا في تكريم من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وهتكوني موجوده. بصي، هو الموضوع ما كانش كده، هو الموضوع كلموني انا هتحضري مؤتمر للرئيس في اسوان. انا كنت قاعده في طنطا، كان بعد وفاه بابايا بشهرين، فكنت قاعده بقى في طنطا عند اهلي وكده. فبعدين انا استغربت لان انا ماليش في جو السياسه والكلام ده خالص، عمري ما حضرت بقى مؤتمرات ليها علاقه بقى بالحاجات دي. فانا ليه كلقاء هيستفادوا مني بايه في المؤتمر؟ فبعدين كلموني عملوا معايا انترفيو صغير كده، فانت هتستفيدي ايه وهتفيدي بايه؟ وبرده محدش اتكلم معايا ان انا هتكرم، غير بعدها بفتره عرفت بقى لما ابتدوا يقولوا لي عايزين صور شخصيه ليكي، عايزين نيجي نصورك في البيت وفي الورشه. فبعدين بعد الانترفيو ده رجعت على الاقصر، وجم صوروني في الورشه وانا بشتغل وكده، واتكلمت بقى عن شغلي وعن حلمي انا وبابا يعني المركز وكده. بس بعدين بعدها على طول سافرنا بقى على اسوان، حضرنا المؤتمر. بصي، وانا مبدئيا في الاول لما قالوا لي اللقاء انت هتتكرمي من الرئيس، انا قلت انا مش عايزه. بس مش عايزه ليه؟ مش علشان بس، لو انا بابايا لسه متوفي، بس حسيت انه خلاص انا يعني اتقفلت الدنيا بالنسبه لي، مش عايزه حاجه تانية. انت ربنا بعت لك حاجه الهيه ربانيه رئاسيه تقول لك برافو، وبتقول لباباكي برافو على بنتك والتربيه الجميله اللي انت مربيها لبنتك، ويا زين ما عملت ويا زين ما ربيت. شفت دي حاجه؟ ده انا اعتقد ان دي رساله الهيه زي ما قلت لك. بس بصي، هو الواحد لما بيبقى في الموقف في وقتها بيبقى الموضوع صعب، لاني انا ما كنتش متقبله اي حاجه من بعد وفاه بابا، لان انا كنت متعلقه بيه جدا جدا. ففجاه بابا اختفى، فانا خلاص بقى بالنسبه لي مش عايزه حاجه. يكلموني مثلا في اي برنامج انا مش عايزه، يكلموني اي تكريم انا مش عايزه. وقبلها كنت اتكرمت كتير، فانا ما فكرتش بقى ان قارنت ان اي تكريم فات غير التكريم ده. بس للحظات كده كان معايا ناس صحابي، منهم واحد اتكرم برضو من عندنا من الاقصر، فاخدني على جنب قال لي انت ازاي بتفكري كده؟ تكريم الرئاسه يتقال له لا؟ اكيد لا، يعني قال لي لا ما فيش الكلام ده، وسابني ومشي. راح قال لهم لقاء معانا. بس بعدين صورت وانا مش شغوفه قوي برضو. بس لما سافرت بقى اسوان وحضرت المؤتمر، حسيت بقى انه فعلا يعني موضوع كبير، يعني اكبر مني كلقاء شخصيا يعني. وحسيت انه حاجه حلوه ربنا بعتها لي فعلا، كطبطبه ليه على الاقل من بعد وفاه بابايا، لان كان الموضوع ما فيش شهرين تقريبا. اتكرمت بقى من الرئيس. مش عايزه اقول لك بقى الاحساس بتاع الخوف والتوتر والقلق والفرحه وكل حاجه كانت في نفس الوقت. وانا طالعه وبيندهوا اسمي، يعني الاول اتعرض لي فيديو بتكلم فيه، وبعدين لما قالوا اسمي بقى وطلع وسلمت على الرئيس وكده، فاللي هو انا كنت بقى يعني ما فيش نوم طبعا. يعني انت مش هتقابلي مثلا يعني اكبر محافظ مثلا بتاع، لا انت هتقابلي الرئيس الجمهوريه. فكان موقف صعب جدا جدا، موتر قوي. بس بقى لغايه ما طلعت وسلمت على الرئيس، وصحابي بقى من قبلها قعدوا يقولوا لي اتكلمي مع الرئيس وبتاع، انا طبعا اكيد انا مش هعرف اتكلم من كتر بقى التوتر اللي انا فيه. الموقف بس السيد الرئيس صعب ببشاشته وبطيبه قلبه ودايما ترحابه بالشباب ودعمه للشباب، عارفه بقى ان هو مش قدام حد غريب او مش قدام حد ممكن يخاف او يكسف. بالظبط. بس انت وقتها مش بتبصي للشخص قد ما بتبصي هو مين. ايوه طبعا، ده رئيس الجمهوريه يعني. فاهمه ازاي؟ بس بقى فطلعت، فانا كل اللي قلته له او اللي قدرت اقوله لاني من التوتر طبعا، قعدت اقول له انا محتاجه ادعم حضرتك وبتاع، وانا قال لي انا معاكي. الاب خلص بقى المؤتمر، فهو نزلنا التكريم بعد ما خلص بقى المؤتمر. قبل ما يخلص مرحله تانية بقى في حياتك، قبل ما يخلص المؤتمر بقى احنا اتكرمنا خلاص، كنا ناس كتيره بتتكرم كده، اتكرمنا قعدنا. الرئيس طلع قال الكلمه بتاعته، تمام. في اخر الكلمه واحنا قاعدين انا لقيت بيتقال مركز لقاء للصيانه، فانا لقيت كل الناس ابتدت تنادى عليا قومي قومي بسرعه. فوقفت، فهو بص لي لان كل الناس قاعده انا اللي وقفت، قال لي مركز لقاء للصيانه، وابتسم كده وخلاص وخلاص بقى ونازل. انا يعني من كتر الفرحه اللي هو خلاص هيعمل لي الحلم بتاعي اللي انا كنت بتكلم عنه في الفيديو، هيعمل لي المركز بتاعي.
بس بقى فكانت كلمة من الريس ان هو هيدعمني بقى في توصية المركز من توصيات بالظبط، انه هيدعمني بقى في مركز الصيانة بتاعي. دعم الحمد لله بجد والله. احنا يعني كبلد ربنا بجد راضي، يعني احنا وكمان كستات في البلد دي احنا بناخد الحمد لله في الفترة دي دعم اخيرا فعلا، دعم دعم واحترام وتقدير وحاجات كتير جدا. عايزه اقول لك ان عايزه المرحله اللي بعد بقى المؤتمر هنروح لها، لانه اكيد من بعد المؤتمر دي زي ما قلت لك كده يعني قبل حاجه وبعد حاجه تانية خالص. ما بعد المؤتمر بقى الناس والناس اللي بتيجي تشتغل معاكي، الناس اللي بتيجي تديكي عربياتهم بقوا بيعملوا معاكي ايه؟ بصي، هو انا مبدئيا يعني بعد المؤتمر حسيت انه انا ازاي قلت لا على التكريم.